السلام عليكم خوتي احبابي. انا كان بنو تاني صوت وصوره. انا ابو سرحان داودي المديوني، جدي عنده تيترمار ديال نزع الملكيه 9421 سنين. جدي كان كيحرط الرمله ديال الكورنيش وعين دياب في 1900. حنا كنا كنحرطوا هذه المنطقه كلها ديال عين دياب، شاده من العنق حتى لسيدي عبد الرحمن، ضريح سيدي عبد الرحمن. وهاد الارض ما كنستافدوا منها، ما معوضين فيها ما والو. بالله عليكم اخوتي، نزع الملكيه ما كيديرش تعويض، كيعطيو الناس تعويض على نزع الملكيه. وهاد الارض هادي راه حنا الاولين خاصنا نستافدوا منها، لان نزع الملكيه كيقول الاول الورثه ديال الارض هما الاولين، او مالي الارض هما الاولين يديروا المشاريع ديالها ويستافدوا منها. حنا ما مستافدين ما والو. انا حارس ليلي اخوتي، انتم كتشوفوا. واش من بعد ما كانت عائله ديالك من لي ملياردير وليتي هانتوما كتشوفوا؟ انا الارض هذه حنت نزع الملكيه ديال 1500 هكتار، 1500 هكتار، و1500 هكتار اللي درنا لها 4 مليون المتر راه كتساوي 60000 مليار. واش بالله عليكم انا عندي 60000 مليار وعيش في الشارع، عيش في التشرد، الورثه مساكن كيموتوا. شحال هذه من عام؟ وهذه تقريبا هير باش بديت انا في هذا الملف في 2004. المحامي من درنا واحد المحامي، درنا واحد المحامي كتب في 2006 المجموعه الحضاريه في 2006، وانا راه من 2004 وانا مخاطر في هذا، مخاطر بنفسي في هذا الملف هذا، لان هذا العرض هذه راه شادينها وزراء وبرلمانيين ومستشارين. واجوا تقلبوا هذا العرض هذه، شكون اللي شادها؟ راه فيها 1500 هكتار نزع الملكيه. شحال من شحال هذه حتى لدابا عاد بديتوا؟ احنا كنا كنقولوا ديك الساعه، احنا كنا كنحرطوا الارض، يعني ملي كنا كنحرطوا الارض كيجي المخزن كيقول لك هاد الارض ما تبقاوش تحرطوها، راه غتاخذها الدوله. كنقولوا واخا راه الارض كبيره غنتحولوا هنا، كنحرطوا هنا، ولكن الدار اللي كنا ساكنين فيها هنا في عين في هذه المنطقه ديال الكورنيش اللي هي بجنب العنق، والديا في ديك المنطقه ساكنين، كانوا ساكنين وزايدين في 1924. بالله عليكم واش حنا عندنا الارض تما ساكنين فيها مع جده سنين هذه 100 عام ولا 120 عام، وجاو هزونا من هذا الدوليز وحطونا في كريم سعودي، حطونا مع داوي الصفيح. واش حنا عندنا 1500 هكتار نزع الملكيه وحطونا عند داوي الصفيح؟ كتحس براسك بانك تحكرتي؟ كنحس براسي بالحكره، راه حكره هذه. لا واش انا عندي 1500 هكتار وعيش حارس، حارس سيارات؟ واش 1500 هكتار ساوية 60000 مليار ونعيش انا في الشارع؟ اش من حق هذا؟ ياك هذه هي بلاد الحق والقانون، ياك هذه هي بلاد الحق والقانون، واعطيونا حقنا. انا شلنا شد جلالة الملك في الفيديوهات شحال من مرة، شحال من مرة شلنا شد جلالة الملك، والورثة كيموتوا كيتوفاو، الورثة كيتوفاو عباد الله. كاين الورثة اللي يلاه توفات، مشات على الفقصة ديال هاد الأرض هادي سنين وهي عايشة في هاد الأرض هادي، وهما جاو وحدين اخرين كيبنيو فيها ويشيدوا فيها وكيفوتوا فيها. بالله عليكم نزع الملكيه كديرها الدوله، كدير نزع الملكيه واحد الارض اللي فيها منفعه عامه، ايوا هاد الارض هادي راه ما فيهاش منفعه عامه. حنا كنشوفوها عمارات شاهقه وكيشدوا الارض بشحال كياخذوها، كياخذوها 7 دراهم 10 دراهم من المترو، كيشدوها يبيعوها ب 2 مليون 3 مليون 4 مليون المترو. واش من حق حنايا؟ اش من حق عندنا في هاد الارض هادي؟ وحنا مالين الارض وعندنا التيتر مال على اسمي جدنا في الكاتاستر. دابا انت في الشارع؟ انا عايش مهمش، عايش الشارع. انا عندي المراه زحافه، انا ما كتمشيش المراه، وانا خدام حارس سيارات. اش من حق؟ واش هما كيعيشوا ولادهم قرب ولادهم في اوروبا وفي امريكا وفي الانجليز بالزباب ديال الفلوس، وانا كنساوي الزباب ديال الفلوس الملايير وعايش انايا بحال هكا في الحاله؟ انا عايش مع المراه عندي زحافه، ما عنديش الولاد، المراه ما كتولدش ليا، انا شكون غادي يوقف معايا؟ شكون؟ شكون غادي ما كنستافد؟ ما عندي تغطيه صحيه، ما عندي لانترين، ما عندي تقاعد، ما عندي، فين غادي نمشي؟ انا المراه دابا باغي ندوز ليها ما عنديش باش ندوز ليها، شكون غادي يوقف معايا؟ ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.